بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الآن هنتناول الدرس الثالث، وده من أهم الدروس اللي عندك، هو درس الاتصال والنهايات. هذا الدرس مستمر معاك في الفصل الدراسي الثاني، ومستمر معاك في الجامعة إن شاء الله، مستمر معاك دائما. الاتصال يعني إيه؟ اتصال يعني إيه؟ أقول دالة متصلة. أقول لك تكون الدالة متصلة إذا لم يكن في تمثيلها البياني أي انقطاع، ما فيش في التمثيل البياني انقطاع أو قفزة. يعني لو أنا تتبعت دالة كده، أدي محور إكس، أدي محور واي، أنا رسمتهم، رسمت لك دالة بهذا الشكل أهي. أنا راسم دالة بهذا الشكل، لو أنا تتبعتها الدالة دي ما فيهاش أي انقطاع ولا فيها أي قفزة، ما فيش انقطاع ولا قفزة، وعليه انت تقدر تتتبع مسار الداله بالقلم. شوف، هتتبع مسار الداله اهو دون ان ترفع القلم. اه، تتبعت مسار الداله دون ان ارفع القلم، يبقى الداله دي داله ايه؟ داله متصل. هو هنشرح لك احنا مفهوم الاتصال بشكل اعمق. ازاي نقول ان الداله متصله عندما اكس تساوي عدد ما؟ يعني لو دخلت العدد 1 2 3 4 5، العدد ده 6، كيف اقول ان الداله متصله عند العدد 6؟ في ثلاث شروط للاتصال هنقولهم، وبعدين هنرجع نقولهم مرة تانية. أول شرط إن الدالة مقابل لعدد 6 يكون لها قيمة. شوف، أو F of 6 بتساوي 2، F of 6 بيانيا بتساوي 2. طب الشرط الثاني النهاية. النهاية يعني إيه؟ يعني كلما اقتربت من الستة، يعني جنب الستة الدالة معرفة، وتقترب كلما اقتربت من الستة. شوف كده، كلما اقتربت من الستة، نجيب لك لون واضح أهو، كلما اقتربت من انا هنا 6 ونص، شفت قيمه الداله طالعه كام؟ طالعه 3 مثلا، وطلع 2 و3 من 10. لما قربت من ال 6 بقت 2 و2 من 10، قرب من ال 6 اكتر يبقى 2 و1 من 10، قرب من ال 6 اكتر 2 و1 2 و1 من قربت. كل ما اقرب من ال 6 الاقي قيمه الداله تقترب من عدد 2، وده بنسميه اهو النهايه من جهه اليمين. ليميت، ليميت يعني النهايه. اف اوف اكس لما الاكس تقترب من الستة من جهة اليمين بتساوي 2. تقول لي طيب ما هو قيمة الدالة 2، اقول لك لا، النهاية تختلف عن قيمة الدالة، ماليش النهاية مالهاش علاقة بقيمة الدالة، انا بدرس النهاية كده. كلما اقتربت من الستة قيمة الدالة تقترب من 2. طب من جهة اليمين، تعال نشوف من جهة اليسار بقى، ايضا بنفس الحال اهو. كل دي تم مديني 3.2 من 10 او 3.3 من 10، قربت بقت 3.2 من 10، قربت اكتر بقت، لا اسف، 2.1 من 10. يعني ليميت اف اوف اكس لما الاكس تقول الى الستة، تقول يعني تقترب للستة من جهة اليسار، الناقص دي يعني يسار، ايضا بتساوي 2. يعني النهاية بصفة عامة بتساوي 2. لو النهاية بصفة عامة سوت قيمة الدالة اللي هي 2، يبقى الدالة متصلة. تمام، ده شروط الاتصال هنقولهم واحدة واحدة في الحالات بعد شوية. هنا بقول لك شوف لي الدوال دي، دي حالات عدم الاتصال. الحالة الأولى دي حالة عدم اتصال، الدالة غير متصلة، في انقطاعها. شوف هتضطر ترفع القلم. تتبعت مسار الدالة أهو، هتتبع أنا مسار الدالة بالقلم الآن أهو، هضطر أرفع القلم عشان آخد الجزء الثاني. يبقى لا، وانا بتتبع مسار الداله اضطريت ارفع القلم. في انقطاع، في قفز، او في انقطاع هنا، مفيش، في انقطاع. طيب هنا الداله غير متصله، ايه سبب عدم الاتصال ونوع عدم الاتصال؟ ده بيسموه عدم اتصال لا نهائي. حاله عدم اتصال، عدم اتصال لا نهائي، عدم اتصال لا نهائي. وليه قالوا عليه لا نهائي؟ ليه بقى؟ لان هنا كلما اقتربت الداله من من سي من جهه اليمين، الداله تلاقيها رايحه للما لا نهايه. شوف، تتزايد بلا حدود. يعني شوف، قبل السي بشوي كانت الداله 10، كلما اقتربت من السي 100، اقتربت من السي اكتر بقت مليار. بنقول عليها هنا حاله عدم اتصال نهائي لا نهائي، اذا تزايد، اذا كان كلما اقتربت الدالة، أو كلما اقتربت إكس، كلما اقتربت إكس من سي من جهة اليمين أو اليسار، كلما اقتربت إكس
من سي من جهة اليمين أو اليسار تتزايد الدالة أو تتناقص بلا حدود. يعني إيه تتناقص بلا حدود؟ يعني إكس تروح تقترب من الموجب ما لا نهاية أو من السالب ما لا نهاية. ده معنى التفسير العلمي له. طيب الحالة الثانية، هنا أيضا في انقطاع في الدالة بسبب وجود القفزة، أشوف هنا في قفزة، شوف الدالة عند السي قبل السي بشوي، يعني عند السي وواحد من عشرة كانت فوق، كانت موجبة، بعد السي بقت سالبة، في قفزة، مش شرط بقى تبقى مرة موجبة مرة سالبة، المهم في فرق في النواتج. يعني لو دخلنا إن الرقم ده خمسة، الرقم ده مثلا سالب ستة، شوف هنا، وأنا بقترب من جهة اليمين كنت فوق أهو، بقترب من الخمسة، وانا بقترب من جهة اليسار اوب بقترب من السالب ستة هنا، يبقى هنا هسموها حالة عدم اتصال قفزي، في قفزة، تمام، حالة عدم اتصال قفزي، في قفزة في قيمة الدالة بجوار السي، لكن بجوار السي في قفزة في قيمة الدالة. يعني ايه؟ يعني ليميت الاف اوف اكس لما الاكس تقترب للسي من جهه اليمين لها قيمه محدده لا تساوي ليميت اف اوف اكس لما الاكس تقترب من جهه اليسار لها قيمه اخرى. يعني نقدر نقول ان الليميت هنا غير موجوده، الليميت غير موجوده بسبب ان النهايه اليمنى تختلف عن النهايه الايه اليسرى في القيمه العدديه، الليميت بصفه عامه غير موجوده. ننقل على الجزء الاخير او حاله عدم الاتصال الاخيره، ودي في برضه ايضا في انقطاع في الداله، اهو في نقطه اهي، في نقطه فراغ في الداله يسموها حاله عدم اتصال نقطي، وهتلاقيه كاتبها حاله عدم اتصال قابل للازاله. ايه المشكله هنا؟ المشكله ان رغم النهايه اليمنى، شوف وانا بقترب من جهه اليمين اهو الدالة بتقترب من العدد وليكن خمسة، وأنا بقترب من جهة اليسار وبرضه كانت بتدي 4.9، 4.99 برضه بقترب من الخمسة، يعني النهاية بتساوي خمسة. المشكلة إن اف أوف سي نفسها غير معرفة، ودي بنسميها حالة عدم الاتصال القفزي. اف أوف سي غير معرفة، دي حالة عدم الاتصال القفزي. إن اف اوف سي تكون غير معرفه بنسميها حاله عدم الاتصال الايه القفزي، والنهايه تكون موجوده، النهايه اليمنى تساوي النهايه اليسرى، مفيش مشكله في النهايه، المشكله في النقطه نفسها، بيسموها حاله عدم اتصال نقطي او حاله عدم اتصال قابل للازاله. نيجي بقى نشوف شروط الاتصال. امتى اقول ان الداله اف اوف اكس متصله؟ عندما اكس تساوي سي، اذا حققت الشروط التاليه. اول شرط اهو ان اف اوف سي زي ما احنا قلنا تكون موجوده، تلاقي لها اجابه. الشرط الثاني ان ليميت يعني النهايه بتاع اف اوف اكس لما الاكس تقترب من السي، كده بقول تقترب من السي بصفه عامه يعني يمين ويسار، تكون موجوده. الشرط الثالث دي موجوده وطلعت اجابه، دي موجوده وطلعت اجابه، ان الاثنين يساووا بعض، ان ليميت اف اوف اكس لما الاكس تقترب من السي تكون طلعت خمسه، لا بتساوي اف اوف سي ايضا طلعت خمسه. هنطبق الثلاث شروط دول في المساله الاولى او في المثال الاول، ونشوف ازاي هنجيب الليميت وازاي هنجيب الاشياء هذه. حدد ما اذا كانت الداله اف اوف اكس يساوي 2 اكس تربيع ناقص 3 اكس ناقص 1 متصله عند اكس يساوي 2، برر اجاباتك باستعمال اختبار الاتصال تحقق من شروط الثلاثه. هو اختبار الاتصال يعني تحقق من شروط الثلاثه، هرفعها بس كده عشان يكفي. اول شرط قلنا ان اف اوف سي تكون موجوده. يعني ايه اف اوف سي؟ اللي هي اف اوف 2، يعني احسب اف اوف 2 والاقي لها اجابه. يعني 2 عوض في الداله في 2 تربيع ناقص 3 في 2 ناقص 1، هبتدي احسب 2 في 2 تربيع ب 8 ناقص 3 في 2 ب 6 ناقص 1.
8 ناقص 6 7، 7 ناقص 1 تطلع 1. اهي الإجابة هنا طلعت 1، بلونها اهي لأن دي مهمة بالنسبة لي. طب 2، 2 شرط النهاية، النهاية تكون موجودة، النهاية بشتغل دلوقتي في النهاية، يعني الاقتراب كلما اقتربت اكس من الاتنين ايه اللي بيحصل؟ هعمل جدول عشان ادرس الاقتراب من جهة اليمين ومن جهة اليسار فيه، لان انا مش هرسم هنا، انا بدرس من خلال الشغل الجبري، بقول اكس اف اوف اكس هنا بثبت الاثنين في الوسط. انا في الحقيقه انا مش عايز احسب عند الاثنين، انا بدرس الاقتراب من الاثنين، ابدا احاول اقترب من الاثنين من جهه اليمين. يعني ايه من جهه اليمين؟ اعداد اكبر من الاثنين. ايه الاعداد اللي اكبر من الاثنين وتكون قريبه من الاثنين؟ 2 و1 من 10، بعدين 2 و1 من 100، بعدين 2 و1 من 1000. طيب عايز اقترب من جهه اليسار بقى باعداد اقل من الاثنين، اهو بقترب من جهة 1.9 كده، 1.99، 1.999 من 1000. انا كده بقترب من الاثنين، واحسب في الدالة واشوف التأثير ده بيطلع في الدالة ازاي. لما حسبنا اف اوف 2 1 من 10 طلعت 1.52، 1.52. لما حسبنا عند تعوض هنا تقول 2 في 2 1 من 100 تربيع ناقص 3 في 2 1 100 ناقص 1 طلعت 1.0502. تمام. لما تحسب عند 2 1 من 1000، هنشوف لما نحسب عند 2 1 من 1000 هتطلع كم. طلعت بالظبط 1.005002. واضح انه كلما اقتربت اكس هنا، كلما اقتربت اكس من 2، شوف اف اوف اكس تقترب من القيمه كام، كنت 1.5، 1.05، 1.05، واضح ان انا بقترب من الخمسه. اقدر اكتب هنا جمله هنا واقول ليميت اف اوف اكس لما الاكس تقول للاثنين من جهه اليمين بتساوي تقريبا 1. تعال نحسب بقى من جهة الايه؟ من جهة اليسار، نعوض بالقيم عشان نحسب من جهة اليسار 1.9 الأول ونشوف هتطلع كام. لما عوضت ب 1.9 طلعت ب 52 من 100. هتعوض ب 1.99 ونشوفها هتطلع كام. طلعت 95 من 100. في الحالة الثانية طلعت لما تعوض بواحد تطلع 995 من 1000. واضح انه كلما اقتربت اكس من القيمة 2 من جهة اليسار، واضح ان دي تقترب من كام؟ تقترب من الواحد. شوف 9 من 10، 99 من 100 تقترب من الواحد. يبقى اقدر اكتب هنا ان ليميت اف اوف اكس لما الاكس تقترب من 2 من جهة اليسار بتساوي 1. من الجملتين دول اكتب الجمله بقى المشهوره بتاعتي اللي هي لسه ما زلت في 2، ان ليميت اف اوف اكس لما الاكس تقترب من الاثنين بصفه عامه موجوده وبتساوي الواحد. طيب موجوده وبتساوي الواحد. الشرط الثالث، تعال نشوف الشرط الثالث هنا. هل اف اوف 2 اللي طلعت هنا اهي، طلعت 1، ساوت قيمه النهايه اللي طلعت في الاخر؟ قيمة النهاية عندي طلعت 1. الاف اوف 2 طلعت 1 وقيمة النهاية طلعت 1، يبقى اكتب الشرط الثالث. الشرط الثالث تحقق معي ان اف اوف 2 طلعت بتساوي ليميت اف اوف الاكس لما الاكس تقترب من الاثنين بصفة عامة طلعت بتساوي 1. اقدر اقول ان الدالة متصلة عند اكس تساوي 2. نشوف مزيد من التدريبات حول هذه الفكرة، فكرة الاتصال. أيضا بقول لك حدد ما إذا كانت الدالة متصلة، الدالتين الأتيتين متصلتين عند إكس بتساوي صفر. برر إجاباتك باستعمال اختبار الاتصال. الدالة الأولى إف أوف إكس، إف أوف إكس بتساوي إكس تكعيب.
يبقى اول حاجه هحسب ايه؟ اول حاجه هحسب اف اوف صفر اهي، اف اوف صفر انا عايز احسب على الشغل عند اكس بيساوي صفر، يبقى صفر تكعيب بتساوي صفر، يبقى فعلا قيمه الداله موجوده وبتساوي صفر. طب نيجي نحسب بقى ليميت. الشرط الثاني شرط الليميت 2 اللي هو شرط النهايه، هبتدي اعمل جدول واركز وانا بعمل الجدول شوي، ان انا بدرس اقتراب الداله من الصفر، ادي اكس ادي اف اوف اكس، بكتب الصفر في الوسط هنا ومش بحسب عنده، بحاول اقترب من الصفر من جهه اليمين يعني باعداد اكبر من الصفر اللي هي مثلا اكبر من الصفر 1 من 10، بعدين اقترب من الصفر اكتر 1 من 100، بعدين 1 من 1000، احاول اقترب من الصفر من جهه اليسار باعداد اقل من الصفر اهو -1 من 10 -1 من 100 -1 من 1000، وابتدي اعوض في الداله. لما اعوض هنا بقترب وشوف باعداد اكبر من الصفر، هنا باعداد اقل من الصفر يعني من جهه اليسار. لما اعوض هنا 1 من 10 تكعيب يديك 1 من 1000، هنا 1 من 100 تكعيب يديك 1 من مليون، شوف هنا يديك 1 من مليار، طبعا هتطلع في 10 أس سالب 9 تطلع بهذا الشكل لو انا بحسبها يدوي كده. واضح ان دي تقترب من كام؟ شوف كده انا هنا بقترب من الصفر، اف اوف اكس تقترب من الصفر ايضا، الاكس تقترب من الصفر، الاف اوف اكس تقترب من الصفر، يعني اقدر اكتب ان ليميت اف اوف اكس لما الاكس تقترب من الصفر من جهه اليمين بتساوي صفر. هنا من جهة اليسار وأنا بحسب برضو أيضا بنفس الطريقة هتطلع لك -1 من 10 تكعيب يطلع لك -1 من 1000، تطلع -1 من 1000 كده، هنا طلع -1 من مليون، هنا طلع -1 من مليار أيضا. واضح انها بتقترب من كام؟ بتقترب من الصفر. يبقى اقدر اكتب هنا ان ليميت اف اوف اكس لما الاكس تقترب من الصفر من جهه اليسار بتساوي صفر. خلاص؟ طيب معقول كده. هنا اقدر اكتب الجمله بقى النهائيه طالما اليمنى زي اليسرى، اقول له ان ليميت اف اوف اكس لما الاكس تقول للصفر موجوده وبتساوي صفر. طب هل قيمة الدالة سوت النهاية؟ شوف قيمة الدالة فوق هنا سوت النهاية، قيمة الدالة هنا اهي سوت النهاية هنا. الشرط الثالث تحقق، اقول له الشرط الثالث وصلت ان اف اوف صفر بتساوي الليميت اف اوف اكس لما الاكس تقول للصفر بتساوي صفر، معناها ان الدالة متصلة، الدالة متصلة. وهنقول لك احنا ان اي داله كثيره حدود زي دي متصله عند اي نقطه، بس لازم أن تعمل الثلاث شروط. ما انت عارف ان مسبقا انها متصله، لكن لازم أن تعمل الثلاث شروط عشان تشوف او تاكد انها فعلا داله متصله. هنكمل هنا ايضا، حدد ما اذا كانت كل دالتين كل من الدالتين دي الداله دي بقى متصله ولا غير متصله. دي الداله السؤال الثاني، هنرفع بس السؤال ونبدا نشتغل هنا. عند اكس يساوي صفر اول خطوه احسب اف اوف صفر 1 اف اوف صفر، نعوض اف اوف صفر بقى. الداله دي داله اسمها داله متعدده التعاريف، لها فرعين اتنين، فرع اول فرع تاني. شايف الفرع الاول فوق ده الفرع التاني اهو، اف اوف صفر اف اوف صفر. شوف الفرع الاول استخدمه امتى؟ مكتوب عندي لما اكس اقل من الصفر، الفرع التاني لما اكس اكبر من او تساوي صفر. شوف الفرع التاني لما اكس اكبر من او تساوي صفر، يبقى انا هعوض في الفرع الثاني مش هعوض في الفرع الاول. الفرع الاول لما اكس اقل من الصفر، هنا لما اكس اكبر من او تساوي صفر، يبقى انا هعوض في الفرع الثاني. اف اوف صفر اعوض في الفرع الثاني اللي هو اف اوف اكس بتساوي اكس، يعني صفر على طول، يعني اف اوف صفر بتساوي صفر. خلاص نيجي نحسب 2 النهايه.
هنعمل الجدول بتاعنا اكس اف اوف اكس، وانتبه ان انا عندي فرعين، ادي اكس ادي اف اوف اكس، وانا بدرس الاقتراب من الصفر ايضا. هعمل هنا 1/10 زي المرة اللي فاتت تماما، بعدين 1/100، بعدين 1/1000، ده من جهة اليمين بقترب من الصفر من جهة اليمين كده اهو، انا بقترب من الصفر من جهة اليمين، وهشوف اف اوف اكس هيحصل لها ايه. هبدأ اقترب من جهة اليسار، هقول -1/10، بعدين -1/100، بعدين -1/1000، بقترب للصفر من جهة اليسار وهشوف هيحصل لها ايه. هنا وانا بقترب من جهة اليمين الاعداد دي اعداد اكبر من الصفر، يبقى اعوض في الفرع الثاني. اعداد اكبر من الصفر اهو، اعداد اكبر من الصفر، يبقى انا ميه الفرع الثاني هنا، شوف بعوض هنا اعداد اكبر من الصفر. اعوض اف اوف 1/10 يديني 1/10، اف اوف 1/100 بتساوي اكس نفسها، يبقى 1/100 بتساوي 1/1000، يبقى ايضا اهي شوف كده، كلما اقتربت اكس من الصفر اف اوف اكس تقترب من الصفر، يبقى اقدر اكتب ليميت اف اوف اكس لما الاكس تقول للصفر من جهه اليمين بتساوي صفر. طب من جهه اليسار، تعال نحسب من جهه اليسار. من جهه اليسار دي اعداد اقل من الصفر، بعوض في الفرع اللي فوق. يبقى هنا 1/-1/10، 1/-1/10 بالآلة الحاسبة هتطلع لك -10، 1/-1/100 هتطلع لك -100، 1/-1/1000 هتطلع لك -1000. واضح ان انا لو استمريت هنا كده وقلت طيب اكس -1/10000 هتطلع لك -10000، اكس -1/1000000 هتطلع لك -1,000,000، يعني دي تتناقص بلا حدود، يعني راح للسالب ما لا نهايه. تتناقص بلا حدود، يعني راح للسالب ما لا نهايه. يعني تقدر تكتب ان ليميت اف اوف اكس لما الاكس تقول الى صفر من جهة اليسار بتساوي سالب ما لا نهاية او تتناقص بلا حدود. طب هنا يعني الليمت موجود ولا مش موجود؟ نقدر نقول نكتب ان ليمت اف اوف اكس لما الاكس تقول للصفر غير موجودة. طالما غير موجودة يبقى الشرط الثاني فشل، وبالتالي الدالة غير متصلة. اقدر اقول له ان الدالة ليست متصلة عند اكس تساوي صفر. طب سبب عدم الاتصال، سبب عدم الاتصال هنقول عليه سبب عدم الاتصال لا نهائي، بس هو السؤال هنا ما قالكش حدد سبب عدم الاتصال، لكن لو السؤال قال لك سبب اذكر حالة عدم الاتصال او سبب عدم الاتصال، تقول سبب عدم اتصال او حالة عدم اتصال لا نهائي. ليه؟ لان الاكس اهي كلما اقتربت اكس من الصفر من جهة اليسار تتناقص بلا حدود. احنا قلنا لو تناقصت بلا حدود او تزايدت بلا حدود لما الاكس تقترب من السي، سواء من جهة اليمين او من جهة اليسار، يبقى هنا هي من جهة اليسار راح للسالب ما لا نهاية، يبقى نقول سبب عدم الاتصال لا نهائي. ان شاء الله في الجزء القادم هنشرح تدريبات على تحديد نوع عدم الاتصال عند نقطة معينة. الى اللقاء في الجزء القادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.